إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى خير لباس يتدثر به المرء، وخير زاد يتزود به العبد، وخير أمر يأتمر به المسلم، وعاقبة التقوى خير في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، أعظم ما يسعى إليه المؤمن في حياته أن يحقق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد أنزل الله جل وعلا سورة سماها بسورة المؤمنون، وابتدأها بذكر فلاحهم، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون. وتأكيداً لكون الفلاح للمؤمنين، ذكر الله في خاتمة السورة نفي الفلاح عن الكافرين، فقال جل وعلا: إنه لا يفلح الكافرون. فابتدأ السورة بذكر فلاح المؤمنين، واختتمها بذكر عدم فلاح الكافرين. وأعظم بالفلاح مطلباً يسعى العبد لتحقيقه. أيها المؤمنون، الفلاح كلمة جمعت معاني الخير في طياتها، وشملت على أمارات الصلاح في معانيها. فالفلاح بمعنى الفوز، وبمعنى صلاح الحال، وذلك في الدنيا والآخرة. والمراد هنا بصورة الأخص الفوز بالنجاة من العذاب في الآخرة. فوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسعى لتحصيلها، وأن يبحث عن أسباب تحقيقها. فما كان من أسباب يحقق الفلاح اجتهد المؤمن في طلبها. والموفق من سعى وطلب فحصل، والمحروم من قعد دون ذلك أو لم يطلب أسباب الفلاح أو وجدها ولم يحصل شيئا من ذلك. ورحمة الله بعباده عظيمة، ورأفته بهم جليلة، وفرح الله بتوبة عبده إليه فرح عظيم. ولذلك ذكر الله لنا في كتابه العديد من أسباب تحقيق الفلاح، فمن طلب ذلك وجده فليجتهد في التحلي به وأن يمتثل بذلك. وأول هذه الأسباب ما افتتح الله به سورة المؤمنون، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه جملة من الأسباب التي يتحقق بها الفلاح، وأولها الإيمان، إذ إن الله تبارك وتعالى ناداهم باسم الإيمان. فأول أسباب الفلاح تحقيق الإيمان بالله عز وجل. فوجب على المسلم أن يحقق الإيمان
وأن يقوي إيمانه بالله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا ما ذكره الله من صفات المتقين في أول سورة البقرة إذ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكر هنا الفلاح ومن أسبابه الإيمان. ومن أسباب الفلاح المذكورة في الآيات الأولى من سورة المؤمنون الخشوع في الصلاة بما يدل على حفظها والمحافظة عليها وطهارة ووقتا وأداء. ثم ذكر من أسباب الفلاح ترك اللغو، ويشمل ذلك لغو الكلام والأفعال، فكل ما فيه بذاءة أو فحش أو إضاءة وقت يدخل في اللغو الذي تركه سبب للفلاح. ومن أسباب الفلاح أداء الزكاة، وهذا هو حق المال، فيجب على المسلم أن يؤدي ما وجب عليه من حق في المال. ومن أسباب الفلاح حفظ الفرج وما يتبع ذلك من نظر أو لمس أو مس أو سمع أو كتابة أو متعة ولذة محرمة. فمن أسباب الفلاح أن يحفظ المسلم نفسه في هذا الجانب من كل ما هو محرم إلا ما استثناه الله عز وجل مما أحله من أمر الزواج. ثم ذكر من أسباب الفلاح حفظ الأمانات مهما كانت، قلت أو كثرت، كانت في الأقوال أو كانت في الأفعال أو كان غير ذلك، فالفلاح من أسبابه حفظ الأمانات. وختم هذه الأسباب بالحفاظ على الصلاة. وهذه الآيات فيها الإشارة عباد الله إلى حفظ أركان الإسلام وكذا الواجبات. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإسلام فبين له الشرائع أو أركان الإسلام، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري ومسلم. فمتى حقق العبد الواجبات والفرائض وسلم من المحرمات كان محققا لأسباب الفلاح. ومن أسباب الفلاح كذلك عباد الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ومن أسباب الفلاح تزكية النفس وتطهيرها وتربيتها على الطهر والفضائل وحسن الأخلاق والخصال والشيم، وأن ينقي العبد نفسه من كل فحش ودنس وخبث. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. وقال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومن أسباب الفلاح الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كما أن من أسباب الفلاح إخلاص الدين لله والإخلاص في الأعمال والجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فالإخلاص في الأفعال والأعمال والأقوال والجهاد في سبيل الله سبب لتحقيق الفلاح. والجهاد عباد الله كما يشمل جهاد المعركة يشمل جهاد النفس بحملها على الطاعة وترك المعصية، وجهاد أهل الكفر والنفاق والزندقة برد باطلهم ورد شبهاتهم التي يرمون بها الإسلام. ومن أسباب الفلاح تذكر وتفكر آلاء الله وفي نعم الله، كما قال جل في علاه: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
كما أن من أسباب الفلاح الإكثار من ذكر الله جل وعلا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الفلاح فعل الخيرات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن أسباب الفلاح التوبة والرجوع إلى الله كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن أسباب الفلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن أسباب الخير الكرم، ومن أسباب الفلاح الكرم والسخاء والإيثار وعدم البخل والشح كما قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، فكما ذكر الله عز وجل أسباب الفلاح ذكر أيضا أسباب عدم الفلاح، وقد سبق الإشارة إلى أنه جل وعلا افتتح سورة المؤمنون بذكر بقوله: قد أفلح المؤمنون، وذكر في خاتمتها: إنه لا يفلح الكافرون. فالكفر عياذا بالله والشرك عياذا بالله لا يفلح صاحبه كما قال جل في علاه: إنه لا يفلح الكافرون. فوجب على المسلم أن يحذر الكفر والشرك بجميع أنواعه وجميع شعبه ما كبر من ذلك وما صغر. ومن أسباب عدم الفلاح الظلم كما قال تبارك وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون. والظلم عباد الله ظلمات يوم القيامة، ووضع الشيء في غير موضعه ظلم محرم كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم سبب من أسباب عدم الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن أسباب عدم الفلاح كذلك عباد الله السحر عياذا بالله، وهو كفر بالله جل وعلا. قال ربنا تعالى: ولا يفلح الساحرون، وقال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومن أسباب عدم الفلاح الكذب على الله كما قال جل وعلا: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا يشمل كل من يكذب على الله تبارك وتعالى فإنه لا يفلح أبدا. وفي هذه الآية ذكر جل وعلا بعدها قوله: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال بعض أهل العلم: لما ذكر الله جل وعلا عدم فلاح من يفتري على الله الكذب وعدم فلاح أهل الكفر وأهل الشرك، كأن قائلا يقول: فما بالنا نرى الكفار في عزة وقدرة على هذا المسلمين، وصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدهم عن الدين. فالجواب في هذه الآية: متاع في الدنيا، أي أن ذلك تمتيع له في الدنيا لا يعبأ به، فهو قليل جدا. وإنما المراد بعدم الفلاح مظهره في الآخرة أن يكون سبيلهم إلى النار. ولهذا قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جعلني الله وإياكم من أهل الفلاح، ووفقنا لأن نحقق أسباب الفلاح فنفلح في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم قنا شر الفتن،
ما ظهر منها وما بطن. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم على الجبال وبطون الأودية والآكام والضراب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا عاجلة غير آجلة، نافعة نافعة غير ضارة يا رب العالمين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.